والله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. دائما لما ندخل لو في 3 دقائق ايش يسوي؟ يدعي دعاء. اليوم بعد ما دخل سبحان الله صلى ركعتين على خفيف، جاء الوقت خلاص، ولما جيت أبا أقيم سلم علي وهو يبتسم، بعدين صلى بالناس طبيعي ولا شيء. بعد ما صلى بالناس، بعد ما سلم جلس على جهة المصلين، قال استغفر الله استغفر الله، بعدين ما أدري إيش اللي حاس قفل الميكروفون، وإلا كان ناوي كان يبي يحدث، كان يبي يقرأ تفسير، قفل. بعد شوية كده حط يده على وجهه، بعدين طاح على وراه. سبحان الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة، اللهم أحسن خاتمتنا جميعا، اللهم اخلفنا خيرا منه، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه.